of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Peace be with you. Verse. Your justice, the King's Son, he shall go. First of all, I would say, my dear brothers and sisters, that we are, at least I am very happy to be here today. بكان مديان وعيفة كلهم من شبأ يأتون حاملين ذهبا ولبانا يبشرون بتسابيح الرب كلام الرب. Go before us with heavenly light, O Lord, always and everywhere. يعد موقع عماد السيد المسيح المغطس وجهة الكنائس للحج المسيحي ومقصداً للحجاج المسيحيين من كل بلدان العالم في شهر كانون الثاني من كل عام. حيث يستقبل على مدار العام آلاف الزوار والحجاج من شتى الكنائس والرعايا المسيحية المختلفة، كما يعد وجهة لمسيحيي الدول العربية والأوروبية دون استثناء، حيث أن إدارة الموقع تقدم على الدوام كافة التسهيلات للزوار والحجاج، إضافة إلى أنها مستمرة في النهوض بالموقع وتوفير أفضل الخدمات للزوار. وخلال العام الماضي استقبل المغطس حوالي 213 ألف زائر وحاج من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، علاوة على زواره من الأردن والبلدان العربية. تم اكتشاف هذا الموقع عام 1997 بعد أن غاب الحج عنه قرونا طويلة بفعل الحروب والاقتتال، وطمست معالمه بفعل العوامل الطبيعية خلال ما يزيد على 1500 عام. ويعد المغطس من أهم الأماكن الدينية لدى المسيحيين في العالم، لأنه المكان الذي تعمد به السيد المسيح، ويبعد عن العاصمة عمان حوالي 50 كيلومتراً، ومنه يمكن مشاهدة مدينة القدس غربي نهر الأردن وجبل نبو إلى الشرق منه. ويعتبر المغطس ذا قيمة مضافة إلى الدخل السياحي بالأردن باعتباره قبلة هامة للحج المسيحي، وبخاصة من دول العالم الغربي، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير السياحة الدينية في المملكة وترويجها إلى دول العالم كافة. ومن أبرز المباني الدينية الموجودة في موقع المغطس كنيسة يوحنا المعمدان التي تم اكتشافها على مسافة 300 متر شرق نهر الأردن. كما شهد موقع المغطس إقامة مبان جديدة، منها إقامة بيت للحجاج الروس بمساحة 10 دونمات، وذلك استجابة لطلب الكنيسة الروسية. تلاها إقامة الكنائس القبطية والأثيوبية والسريانية والأرمنية وغيرها. وقد كشفت الحفريات في المنطقة أثار كنيسة بيزنطية كانت قد بنيت في عهد الإمبراطور أناستاسيوس، كما يوجد في المكان عدة أبار للماء وبرك يعتقد أن المسيحيين الأوائل استخدموها في طقوس جماعية للعماد. وقد قامت دائرة الآثار الأردنية بترميم الموقع
الذي زاره قداسة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2000، وأعلنه مكانا للحج المسيحي في العالم مع 4 مواقع أخرى في الأردن، هي قلعة مكاور وجبل نبو ومزار سيدة الجبل في عنجرة ومزار النبي إيليا في عجلون شمال المملكة. وفي ذات المكان المقدس كشف علماء الآثار عن 21 موقعا أثريا، بما في ذلك 5 أحواض من العصرين الروماني والبيزنطي ودير بيزنطي و11 كنيسة بيزنطية، علاوة على كهوف كان يستخدمها الرهبان والنساك واتخذها الحجاج مساكنا لهم في الموقع. كما زار قداسة البابا الراحل بنديكتوس 16 موقع المختص خلال زيارته إلى الأراضي المقدسة عام 2009، ووضع قداسته حجر الأساس للكنيسة اللاتينية التي تم تشييدها على الجهة الشرقية من نهر الأردن المبارك بحضور 10,000 من المواطنين والحجاج. وفي عام 2014 وخلال زيارته التاريخية للأردن، قام قداسة البابا فرانسيس برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله بزيارة المختص، حيث زار قداسته موقع عماد السيد المسيح وصلى فيه، كما انتقل إلى نهر الأردن وأدى صلاة على ضفته الشرقية. كما تم زيارة الموقع من قبل قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عام 2016. وبهذه المناسبة المجيدة، مناسبة عيد الغطاس أو كما يسمى بعيد الظهور الإلهي، ندعو المؤمنين في كل بلدان العالم إلى زيارة الأردن والتبرك بمياهه المقدسة في موقع معمودية السيد المسيح. كما نشكر الرب على نعمة الأمن والاطمئنان التي يحظى بها هذا البلد الذي يجسد أهله أنموذجاً للعيش المشترك بين أبنائه.